شلون صلفة اليوم؟ من صار اللي صار هي مرمية مثل ما تشوف، حتى عيونها ما فتحتهن. صلفة يوبا يا صلفة. صلفة يوبا يا صلفة. صلفة صلفة يا بنيتي يا حبيبتي ردي علي. صلفة اكذب، بلك الله من عليها وشربت من مية هالعشبات اللي جابتهن عمتها. هذا قدر الله، لو كنت أدري هيك ما. يما هذا أنا يا حبيبتي. صلفة هذا أنا أبوك. وين وين أنا؟ والتنام. بسم الله الرحمن الرحيم. من امبارح لليوم ما شبعتي نوم. جريد انا خايفه على البنت، خايفه لا تضيع من بين ايدينا. يسترها الله يا بنت الناس، يسترها الله. صلفه صلفه يا بنيتي. ومن اللي قال لك هالحكي؟ يقولوا غيبت. اي غيبت من الفرحه، حين عم جريد قال لابوي ابشر اشرب قهوتك جاتك عطيه ما بعدها جزيه وسمعنا حس بالمحرم. زغريت؟ اي بالاول قالوا ان صلفه داخت وبعدين سمعنا حس. كمل علامك. يا اخوي انا شفت فرس بسرجها خيال، والفرس والخيال ما هم غريبين علي. وين؟ اذا ظني صادق الحين اقول لك، الحقني. لا يا خيط الله يسامحك، حنا مبليين ومطرودين بدم، الله لا يبلاج، ما احنا من البالج. ترى بعد لا تاخذيني يا خيتي، وراي شغل، اجيك نهار وتقهوى عندك، مع السلامة. الله يسلمك يا خيط. تعالي تعالي. علامك وش في؟ عارفة من شفت هسع وانت تحكي مع الحرمة؟ من شفت؟ نزال؟ لا، مرت نزال اللي قبلك، ذرتك بالايام اللي فاتن. مغيظة؟ اي. ما في حدا غير شلاش. اي شلاش يا شلاش، ما في حدا جاك هان على الغدير؟ لا. ولا راعي فرس؟ لا لا. ايه انا شايفه بعيني. يلا يا غبيان توخرنا على الحلال. اي اي يلا. مغيظة ما غيرها؟ أي هو أنا غشيم عنها؟ لا 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 ما صدق. أقول لك المغرب لذي عجارتك
ونشديها عرب من هذول تقول لك عرب جريد. حتى لو انهم عرب جريد، انا اللي فهمته ان مغيضه ظلت مريضه وجوز انها ماتت او ما تقدر تقوم او تمشي. هسع بطلي قر على مغيضه ولا تفوت البيوت اللي بنص العرب، على القليله خلينا نتريح لنا كم يوم من دون رحيل. انتهان. مساء الخير. هلا مساء النور. بشري شلون صلفة؟ ان شاء الله انها تطيب. شلون يعني ما تغير عليها شيء؟ ما حكت، ما كلت، ما شربت؟ البنت حالتها بالويل، رب العباد يلطف بيها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. احنا جنينا عليها واحنا ما ندري. ودك مني شيء؟ ودك تروحي على هالجريد؟ هالبنت واقعة مثل ما انت عارف، وامها جنبها تون وتبكي، وانا لزوم اونسها بعد. من هو يقول لك لا؟ هو جريد بالبيت؟ اي هناك على قهوته. يلا لعب، يلا عليهم، توكلي على الله. رويشد. ايه رويش. من هم الرعيان اللي على راس البطين هناك؟ ما هم برعيان، الرعيان كلهم بالمرج مع حلالهم. الحلال كله هاجع بالمرج؟ ايه. لعاد وش النار اللي هناك تشوف معي؟ ما ادري. رويشد اسمع. عجيب، اول مرة اشوف نار على راس البطين وقبال عربنا. قلت لها اعطيني ساعة طحين لما راعي البيت يطحننا، اعطتني نص شوي. ايه هذه جاره طيبه، عرفتي منه راعي بيتها؟ لا، لكن اللي قلته بالنهار وكاد. مغيضه؟ ما سالت عن مغيضه، قالت لي هذول عرب جريد. شفتي عاد انا قلت لك. على البيت يا خير. وشنو هو هذا؟ وش يدريني؟ من اللي نادي؟ تفوت عليكم البركه. وانا قلت لفوت. يا هلا يا هلا بالمهلي، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير، عسى ما انت مضيع من حلالك شيء. ايه لا يا اخوك، الحلال هاجع مع الرعيان. للحين ما كلت، العصر غصبتها على رشفة لبن غصب. صلفة حبيبتي بنيتي لجل خاطري، خلي يمك تجيب طعام ودي ياكل انا وياك. شافت النار وفهمت وعرفت من هو أشعلها، لابد ما تيجي باكر على الغدير وأشوفها.
أشوفه لو لمحة مثل ضوحة البرق. يا الله اللي طالبك قط ما خرب. يا نعم بالله القوي العزيز. أقول يا جريد، وش رايك إن نجيب لها أبو عناد؟ أبو عناد؟ إي أبو عناد، راعي بعارين طافح، هذا شاطر وداوي بالكي. تدري هذيك المرة انفك إصبع غضيان واجيبه. يا أبو عناد شوف الإصبع غضيان، شاف ولد عليه قام كواه. تدري إصبع غضيان طاب بيومين. الحمد لله على سلامة إصبع غضيان. الله يسلمك يا اخويا فضيل. البنت بلاها براسها بعقلها، لو رجلها مكسوره جبرناها، لو يدها مجروحه داويناها، والمعينات بالله. يا نعم بالله، يا نعم بالله. يا جريد صلفه بنتنا، بنتنا، واللي صايبك صايبنا. بارك الله بيك. تشرب مية؟ لله ما نبعد شان. اي لا تواخذنا، لو الغنم هنية كان سقيناك لبن. الغنم ظلت ورانا مع الرعيان، ما رحلت معانا على المنزل الجديد هذا، بس لاحقتنا ان شاء الله. اقول الحرمة اللي عندك في البيت الداوي. الداوي؟ الداوي ايش؟ عندنا بنت مريضة وحالتها بالويل، واحس الحرمه اللي عندك انها تداويها. ولا انتم صناع وبس؟ ومن قال لك انه صناع؟ ما حدا يا اخوي ما حدا، بس انا اول ما شفت بويتكم صغير قلت يا صانع يا طبيب. انت من هم اهلك؟ من هي الحرمه المريضه؟ هذه بنت عمي، خذينا جاهل ابوها عشان نطلبها لي، وحين وافق واعطانا غيبت من الفرحة. ومن هو عريسها؟ أنا يلي قدامك. أي معذورة اللي غيبت عن الوعي، احمد ربك اللي ما طقت وانما بعينها البلة وانها ميتة. لا يا ابن حلال فاول لك فال نزيل. أقول يا خالة إيش رأيك تجي تشوفينها، يمكن تدبري لها دواء. باكر إن شاء الله زورها. بأي بيت هي؟ في البيت الكبير اللي غاد فاول النزل. أقول وش حالت ابو المريضه؟ يقدر يدفع حق بخور ودواء وجار الطبيبه؟ الخير واجد، ترى اذا انت داويتيها وطابت ليش من عندي 10 شياه غير اللي تاخذينه من عند عم جريد. تصبحون على خير. مع السلامه. مع السلامه. قال عمي جريد. هو جريد يعرفك؟ ولا عمري شفته. اقول لك النار للحين شاعلها براس البطين. امش معي خلنا نشوف وش عندها. قل لي يا اخوي انا ما اقدر تعبان. لا عاد امسك هذه وعطني باروتك واردها لك الليله وباكر. اي زين. تصبح على خير. باقي خير. يا خيتي ما في شيء يخوف، كلها شوية سراير ومعاها صرة كذب. وش تقول؟ كذب؟ يا خيّة تلمسي راس البنت، تلمسي جنابها وقولي لهم ودها دواء، وأنا بعدين أجيب لك الصبح شوية شيح وقصوم وتصريهن وتداويها.
موقف ولا ذبحتك؟ تحسبني ما عرفتك؟ انت اسود الوجه اللي تطلطل على الغدير وتلد على البنيات اللي يروحون عليه. وقف! وقف عندك! ارميها من ايدك! ارمي! انا في وجهك يا اخو! جبت لك من كل شكل ولون. وش اسوي بيه؟ انا اقول لك هسه روحي جيبي لنا ثوب مهتري وقطعيه كل قطعه قد المحماسه. ليه؟ انا اقول لك لويه، ودنا كل قطعه نحط بيها شويه نسوي سراير، وكل سره بيها لون وشكل من هذا العشب. انا خابر العطار اللي دوا رحمه عم سليمان الله يرحمه، كان يطول سره سرتين ويقول للمريض خذ هاك هذه سره تلهمها. زين. ايواش هذه نحطها صرة لحم، وهذه سفوف. اتي ايوه اقضبي منها قد المحماسه. ها زين. اللحم لعيونك حرام عليك يا عمي، انا العجب ابرشت ليها. اي بس من حالها يا رجل. اي والله لا خلي العمى يبيض عيونك يا حامل. اسمع اذا بودك انا اكمل هسه انا معك، ترى اعطينا جاري وخلينا نشوف طريقها. تعال خذه تعال، ودك اياه نيرات ولا غنم؟ حرام عليك يا رافي، هذا تعبي وصار لي شهور ما حلالك صرحت فيه بالبرد وحر الشوب. اتق الله منك وفوق يا رجل. ما انا بقول لك تعال خذ باقي اجارك، ليه ما ترد علي؟ لله لا في، انا عارفك، انت ودك تغضبني وتضربني، لكن بسيطة، غير ادور على كل خلق الله واخليهم ياخذوا حقي من عيونك. اخ لو انها الفرس معي بس. اسمع، ترى عباد وفرد وظلنا احمار الغنم، دير بالك عليها الا لما اعود لك. ها. ذكرتني. الله ينتقم لي منك بس جزاتك على الله. Thank you.
ليه هو امبارح ما بات معكم عند الحلال؟ لا ما شفناه. اه واليوم ما جاكوا؟ لا يا عمي. وين ودي يروح لعاد؟ يا فضيل ما دام انه ما بات هان ولا مع الرعيان وكاد صار له شيء لا سمح الله. يا ولد اخوي الله لا يهينك، خلي لي هالشياء معكم لمني اجيك. ولا يهمك يا عمي. عشت اخوي عشت. مغيظة يا خير. يا مغيظة ايه امشي سرجيل الفرس بساع. ان شاء الله ان شاء الله. علامك يا رجل، هذا انا عندي وين بدي اروح؟ قم. زين يا لاقي خير. وش جايبك هان؟ اللي جبني رجلي. الديره هذه خلا وما بيها ناس. من وين جاي انت؟ زيني مي يا لاقي خير، عز الله مريقي ناشف. عشت عش يا اخو. الحمد لله. البسمة هذه إلي أنا؟ هذه عمتش مغيضة، عرفتيها؟ ترى حق البسمة هذه كبير وأنا عمتك. حقها إنك تشربي الرايب اللي جبت لك إياه بيدي. اقعدي يما اقعدي، اقعدي بنيتي. يلا اشربي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد مشان عمتك اشربيه كله. يلا الله يسلمك يا مغيضة ويطول عمرك. الباقي علي، انا عاونك عليهم. وين ابو الضيان؟ يعني غير اجيب سيرة غاثة البال باول النهار؟ انا ما صدقت بالله انه صلفة تشرب من ايد عمتها.
يا اخوي غضيان ضاع، امبارح فقدناه من البيت واليوم لف الرعيان يسالوا عنه، وغضيان بح. انا سالتك عن فضيل. شراني يا اخوك، ولولا اني انهزمت عنه ولا كان كسر عظامي بالحجار. كل هذا على موت تشاه من الحلال؟ وما هو بيدي، انا ما صبتها ولا ضربتها، ما طلع عليها النهار غير وانها ميته بالمراح. لا شك انهم على نك شديد وبخيل، اللي هي يطردك وما يعطيك اجارك بسبب موت تشاه. صرار عدول يا اخوك، الله وكيلك ومحمد كفيلك، كل يوم يعد علي ثلاث رغفان، رغيف فطور ورغيف غدا ورغيف عشاء، لكن ان شاء الله غير ادويه واطلع حق من عيونه. ودك تجيب له قرايبك؟ لله، هل ابعاد من هان يم حران، لكن ودي ادور عيد بن مفلح وين مكان وادخل عليه واخليه يجيب لي اجاري من لافي، وجيب لي بعد فروتي وعباتي اللي قطحن بالحجار وانا لد بعيوني، جزاته على الله. من هو عيد بن مفلح؟ ما تسمع بي؟ وكاد انك غريب عن هالديار. يعني ويش يسوي لك؟ يا ابن الناس، هذا كفيل الوفا لحقوق القضوات اللي تصير بهالديره. اكيد انا اول ما شفته قلت انك غريب من هالديره، ولا لزوم تكون سمعت بيه وعرفته. اقول يا الاخو، مع قربه غير اللي زقيتني منها. ليه؟ قصدك يا طويل العمر تعطيني اياها؟ يا اخوي هلكت من العطش، وراي مشوار طويل ادور بيه عيد بن مفلح. معلانك لافي، وين هو؟ اقول يا اخوي يا سليم. ولا تقولي ولا شيء. هالحين تخيطي لك عليجة خيش وتحطي هذولا كلهم بيها، وتروحي البيت جريد، وصحك تجيبي سير اني موجود بالنزل. انا بالنهار ما اروح، خلها لبعد المغرب. بالليل؟ خايفه انه مغيظه بعدها عايشه وتشوفك. يا اخوي يا سليم، الليل اسمه ابو ساتر. سمعت فضيل يقول انه ابو عناد يطبب بتشي، واشوف جريد ما جابه. ان شاء الله انها تقوم بالسلامه وما تحتاج ابو عناد ولا غيره. وش تساوي يا رخية؟ قاعدة، ودك شي؟ خذي لي السرج، شدي لي على الفرس. إن شاء الله. وين يا أخوي؟ وين على فلاح الله؟ ما دامش تقولي لي إنه غضيان ضايع وفضيل طلع يدور عليه، لازم أطلع أدور معه على عريس النضوة. عيني خير يا حبيبتي، الغايب حشته معه، وإن شاء الله كل غايب يرجع. تدور غضيان لويش؟ يا ليته ضايع وما يعود. اقصر عزك، ما جانا البلاء إلا من ورا غضيان. روحي روحي، ديري بالك على بنتك وبلا كثرة حكي، يلا امشي.
بشر يا مفلح، واش وراك؟ ليه لا في الحالك؟ إن شاء الله خير يا أم عيد. وين عيد؟ لا ما جبته معك. يجي إن شاء الله يجي. ما لقيته؟ اذكروا لي إياه، هو نزال اللي راح معه من هان، ويوم رحت العرب نزال وإنهم راحلين. وعيد؟ عيد إن شاء الله أنه بخير يا بنت الحلال. وجهت ناصر النادي وإنه يقول لي شاف نزال راح مع عربه وعيد معهم. وليه ما لحقتهم؟ ليه تخلي عيد وراك وتيجي؟ وخليك لحالك يا بنت الحلال. عيد طول بغيبته وأنا خايفة عليه. وكل الله، عيد رجل ما ينخاف عليه ويملى سرج فرسه، وكل اللي واجهتهم بدربي وسألتهم عنه امدحوا بيه. الله يجيبه بحال السلامة، يا الله يا رب. آمين يا رب العالمين. قومي جهزي لي لقمة زاد. ها. مفلح، وتجوز عيد. يلحق خير إن شاء الله، كل شيء قسمه ونصيب. مثل ما أقول لك يا مفلح، من هالحين ودي تشوف له عروس من عرب المشلاع ولا من غيرهم، وبس يرجع بحال السلامة ودي أجوزه. على إيش مستعجلة أنتي؟ الحرمة تقضبه، ضرب طعن المشاوير اللي يغيب بيهن، ومرات يوجعن قلبي. أنا الساع بطني مغصل من الجوع. الخير بوجهك هالحين والمزات. خيال عطشان، لقيتهم بالليل عطشان. شوي 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 شوي، علامة كل سنة كردف وبطل تفهم. نادي بالناس يا عمي، يجوزنهم للحين ورا البطين، الحقوهم قبل ما يبعدوا. عطشان مي. قديش قلت لي؟ 50 خيال. اي 50 خيال. هذاك هو شايفه؟ هرعي راعي مع الحلال.
وين منزله؟ بعيد؟ يعني مشوار، بس إذا بدك تروح عليه ترى دير بالك منه، ضيد ولا هواه. على هونك، أجي معك أعاونك؟ لا لا خلك هان. يا 50 يا لولا الزلل، ها ها 60 اهجموا علي بالبطين. الحمد لله، اللي سلم راسك يا ولد اخوي. خفف يا ولد خفف، ما شفنا حوالينا حدا ولا الرعية. ما في شيء يا رجال، ما في شيء. شلون غضيان؟ روحوا لاهلكم، تسهلوا اهلكم غضيان ما بش. مع السلامة، روحوا لحلالكم، الله يسهل عليكم. ما ناقصني غير ناس يسأل عن غضيان بعد. أقول يا غضيان، ما ودك تغير تبدل؟ إيش قصدك يا عمي؟ تقصدك اللي ما تتسمى إن شاء الله. علامك علي يبا، ما يكفي اللي جرالي ليلة امبارح ونهار اليوم. علامة يطب بجلدك إن شاء الله. خلص يا فضيل عاد، خلص. اسمعني يا غضيان، ما في لنا وأبوك وخالتك، علمني بالصحيح. أقول يا عمي. يا غضيان، مراعينه مليانة وناسنا واردين صادرين عن الغدير، لو إنهم 5 خيالة ما يغيبون عن عيون الناس. ما هو يا عمي كانت الدنيا ليل ومشعلين نار على رأس البطين. أنا أرسلت عزام يقص الأثر مكان مربطوك، ما لقى غير نار وحدة وثر خيال واحد بس. خيال واحد وشاف مولدي الله يسلمه 50 مدري 60. ما دام ما حدا سمع غضيان غير أنا وأنتم غيظة، استروا على السالفة ولا تعلموا حدا. الله يستر عليك، الله يستر عليك يا جريد ويجبر بخاطرك. يا فضيل حرصه، حرصه لا يسولف بهالسالفة حين ما يقعد مع الرعيان عند الغنم. هو إله من ميلة الحظي والله. أقول يا عمي، جاتكم الحرمة اللي تداوي؟ حرمتيش؟ مرة الصانع اللي نزل بطرف العرب، أنا قلت لها تمر عليكم وتداوي صلفة. متى شفتها؟ امبارح بالليل قبل مطلع البطين ويمنعون 50 خيال. الله يقص لسانك، بعدك تقول 50؟ من هو اللي قضبك وربطك؟ تعرفه؟ لا يا عمي، كان ملثم